في دلال إرشادي هذا نخبرك بكيفية شراء ترخيص سبليت على موقع منتج ديفيو مقابل توكن وين. يرى الانتباه إلى أن عمليات الشراء باستخدام توكن وين لا تأخذ في الاعتبار في حجم التداول. انتقل إلى موقع diffio.com في الزاوية اليمنى العليا، انخر على زر ساين إن وقم بتسجيل الدخول. ستفتح لك لوحة التحكم، من خلال تمرير الصفحة لأسفل سترى قائمة بالتراخيص المتاحة للشراء. حدد الترخيص المناسب لك وانقر على زر Purchase شراء. ستفتح نافذة حيث سيطلب منك تحديد طريقة الدفع. بعد اختيار توكن وين، قم بتأكيد موافقتك على الشروط عن طريق تحديد المربع والنقر على زر Purchase شراء. ستشير النافذة التي تفتح إلى المبلغ في توكن وين وعنوان المحفظة التي تريد التحويل إليها، وسيكون العنوان هذا أيضا متاحا في شكل QR كود لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب بالضبط إلى المحفظة المشار إليها. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. انتظر إشعار الدفع. سعر الترخيص الذي قمت بشرائه ستراه في قسم My Licenses، عليك الآن تفعيله. والقيام بذلك انتقل إلى قسم قائمة My Licenses وابحث عن الترخيص الذي اشتريته وانقر على زر Activate. إذا كنت تريد مشاهدة سجل التفعيل انتقل إلى علامة التبويب Activation History. إذا لديك أي سؤال واستفسار تواصل دائما معنا على فريق الدعم. مع السلامة.